قررت المشاركة بخمسة ديال النساء مغربيات نعرفكم عليهم، كل وحدة تميزات في مجال معين وحققت إنجاز معين. فإذا كنتم مهتمين تعرفوا شكون هو هاد النساء واش نحقوا، كملوا الفيديو حتى الأخير. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. معكم فاطمة زهراء، وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوني فأنا يوتيوبر وبلوغر مغربية، وقررت المشاركة في أسبوع يوتيوب للمرأة العربية لموقع بودكاست إريبيا. قررت المشاركة بخمسة ديال النساء مغربيات نعرفكم عليهم، كل وحدة تميزات في مجال معين وحققت إنجاز معين. فإلا كنتم مهتمين تعرفوا شكون هو هاد النساء واش نحقوا، كملوا الفيديو حتى الأخير. شخصية وهي أسماء بوجيبر، أول امرأة عربية إفريقية اللي كتنضم لوكالة الفضاء الأمريكية النازا، والسن ديالها 27 سنة. هذا المنصب هذا شغلاته من بعد ما فازت في المسابقة اللي دارتها الوكالة اللي شاركوا فيها أكثر من 100 شخص، لكن هي اللي حصلت على هذا المنصب. ثاني شخصية وهي توريا الشاوي، اول طياره او لابيلوت دافيون في العالم العربي والاسلامي، وخليونا نقولوا انها اصغر طياره في العالم اللي كتدوز اختبار الكفاءه لقياده الطائرات، والسن ديالها لا يتجاوز 16 سنه. ثالث شخصية وهي مريم شديد، باحثة وفلكية وكتعتبر أول أنثى وصلت للقطب الجنوبي، وفي 2008 اختارت ضمن القائمة ديال أبرز القادة الشباب في العالم. رابع شخصية نوى المتوكل، وشكون اللي ما كيعرفهاش؟ أول عداء عربية إفريقية اللي كتحصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، زائد أنها أول امرأة عربية إفريقية اللي كتشارك في الألعاب الأولمبية، زائد أنها أول امرأة عربية إفريقية مسلمة اللي كتوصل لمنصب ديال نائب رئيس اللجنة الدولية الأولمبية. بارك الله عليها. آخر شخصية وهي الخامسة اسمها الوافي، دكتورة في علم الوراثة، شغلت بزاف ديال المناصب مهمة كندا قبل ما تولي مديرة المركز الدولي للزراعة المحلية في دبي، صنفت بين أقوى 100 امرأة في العالم، زائد أنها في 2014 خدات الوسام كفاءة الوطنية اللي كيعطيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هادو فقط جزء من بزاف ديال النساء مغربيات وعربيات اللي حقوا راسهم وتبدو أن المرأة ممكن تكون في القمة، خاصة فقط تآمل بالحظوظ ديالها وتتبع الحلم ديالها حتى الأخير. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وعطاكم فكرة على بعض النساء المغربيات العربيات اللي تبتوا راسهم وطنيا ودوليا. كنتمنى من أي سيدة أو لبنت كتشوف هاد الفيديو كنقول لها فقط if you can believe it you can achieve it، يعني لا آمنتي بالحلم ديالك فممكن تحقيه كيف ما كان. السلام عليكم.